برضو شوية يعني احنا هناخد اتصال هاتفي للخبر ده، واسمحوا لي بس اقول ان هو الخبر شوية يعني انا معرفش غريب ولا يعني المفروض ان ده يحصل، ولا انه كان في فعلا تكاسل من الدولة المصرية على مدار سنوات طويلة جدا، ولا ان ممكن يطلع حد يقول لك انت ايه اللي فكرك يا عم دلوقتي بالكلام ده. ايا ما كان، الخبر بيقول انه المحامي الاستاذ حميدو جميل رفع دعوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري في مجلس الدولة، طالب فيها الحكومة المصرية انها تتخذ كل اجراءات التقاضي الدولي ضد تركيا. ليه؟ لمطالبتها برد الاموال التي تحصلت عليها تركيا بدون حق تحت مسمى الجزية اللي كانت بتسددها مصر للدولة العثمانية حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية، وانه مصر طبعا لما وقعت تحت الاحتلال البريطاني فضلت ايضا بتدفع هذه الجزيه. تعالوا ناخد هاتفيا مقيم الدعوه المحامي الاستاذ حميد وجميل. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني انا زي ما كنت بقول الصراحه في حاجات كتير قوي ممكن تيجي على بال اي حد فينا، ممكن حد يقول لك 100 100 وبرافو ده كان لازم يحصل من زمان، وممكن حد يقول ان ده كان تقصير من الدوله انها ما تلتفتش لده، وممكن حد اصلا يسال على ال 40 سنه دول اللي احنا قعدنا بندفع فيهم الجزيه بدون وجه حق، احنا سكتنا ليه 40 سنه، وممكن حد يقول لك ايه اللي فكرك بده دلوقتي. اتفضل يا فندم. في البدايه هقول لحضرتك حاجه، هو موضوع الجزيه دوت زي ما حضرتك قلت كده، مصر قعدت تدفعها لمده 40 سنه بدون وجه حق، وكان سبق للخارجيه المصريه ومطالبه الحكومه التركيه بسداد المديونيه المصريه لدى تركيا واللي تبلغ حاليا مليارات الجنيهات، وهي المديونيه اللي بتعود لايام الخلافه العثمانيه المتعلقه بالجزيه اللي سددتها مصر بدون سند مشروع. والمطالبه المصريه جت بشكل رسمي لكنها توقفت فجاه. فاحنا الدعوه اللي احنا رافعينها حاليا هي بس احنا يعني مختصمين الحكومه او الدوله ان نطلب منها وقف قرارها السلبي في الامتناع عن مطالبه تركيا برد الاموال اللي حصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزيه مع ما يترتب على ذلك من اثار، واخصها إصدار قرار بالتحفظ على الأموال المملوكة للدولة التركية في مصر وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية لدى البنك المركزي والتحفظ عليها لصالح الدولة المصرية وفاء للديون المصرية على تركيا. عندنا معلش تاني يا أستاذ حميد، وعندنا أرقام دقيقة لمجمل المبالغ اللي مصر دفعتها في الأربعين سنة دول اللي احنا المفروض دلوقتي نطالب تركيا بيهم؟ هو في ارقام دقيقه للدفع وقتها، بس طبعا مع حساب الفوائد والفتره الزمنيه اللي عدت عليها دي والزمن. طبعا زمن كبير، وكانت الجزيه كانت بتدفع في شكل ذهب، يعني مش بتدفع في شكل عمله مثلا وطنيه او حاجه، لا دي كانت في شكل ذهب. هو اللي خلانا نلجا لمحكمه القضاء الاداري واللي خلانا نختصم الحكومه المصريه ايه؟ ان زي ما حضرتك عارفه في القانون الدولي ان صعب جدا اقتضاء الحقوق بالنسبه للدول، لا صعب ان ولا يتوصل للمواطنين حق مقاضاه الدول الاجنبيه مباشره باعتبار ان حق التقاضي الدولي ما زال حسب الاصل مقدورا على اشخاص القانون الدولي العام. باعتبار ان حق التقاضي الدولي ايه يا فندم؟ معلش ما فهمتش الجمله دي. حق التقاضي الدولي ما زال بحسب الاصل مقصورا على اشخاص القانون الدولي. تمام. هم الدول او المنظمات الدوليه. وحيث انه لا يكون امامي سبيل او امام الافراد سبيل لحمايه حقوق في مواجهه الدول الاجنبيه الا عن طريق تدخل الدوله ممثله في وزاره الخارجيه. فاحنا مختصمين وزاره الخارجيه لان هي الجهه المنوط بيها مخاطبه تركيا ومقاضاتها. احنا بنطالب وزاره الخارجيه اتخاذ شافه الطرق او الوسائل الدبلوماسيه اولا لمطالبه تركيا برد تلك الاموال، وثانيا اتخاذ كافه طرق التقاضي الدولي لإعادة حقوق مصر. طب أنا كنت هسأل حضرتك دلوقتي، حضرتك أجبت على نصف الإجابة، إنه مين الجهات اللي يعني لازم تكون معانا في هذه الدعوة؟ يعني حضرتك قلت الخارجية، مين كمان؟ بالظبط هي وزارة الخارجية هي اللي منوط بيها اللي هي إدارة علاقة مصر بغيرها من الدول. وكمان يعني أنا حابب أنوه لنقطة، يعني ليست كل علاقة للدولة المصرية بغيرها من الدول الأخرى تقع تحت بند أعمال السيادة، لا، طالما العلاقه دي بتمس حق من حقوق المواطنين المصريين فيحق لاي فرد من افراد الوطن ان هو يطالب بيها. وطبعا استعاده اموالنا او استعاده حقوقنا المهدره في الخارج ده حق لاي مواطن، فبالتالي هنا تنعقد الصفه والمصلحه لاي مصري ان هو يطالب بيها. بس طبعا ما ينفعش ان انا اروح اطالب بيها قدام المحاكم الدوليه وقدام المحاكم الدوليه
طالما ان وزاره الخارجيه عندي هي مقصره في النقطه ديت، انا لا انا بقول لها وبلزمها ان هي تطالب بالفوز. ممكن سؤال اخير يا استاذ حميدو؟ تحت امرك. يعني معلش هو قد يبدو سطحيا شويه، حضرتك متفائل؟ يعني متفائل ان الدعوه دي تمشي والحكومه المصريه توافق انها تقيم الدعوه والقضاء الدولي يبدا ينظر ليها وممكن في النهايه بجد ناخد حقنا من تركيا؟ اه طبعا طبعا. بس هقول لحضرتك حاجه، هو ممكن مش مجالنا بس هو يعني انا سبق ليا، انا متخصص في النوعيه دي من القضايا، يعني سبق ليا انا استصدرت حكم القضاء الاداري بالزام الدوله المصريه والحكومه المصريه والزام وزاره الخارجيه بمطالبه بريطانيا بازاله الالغام من الصحراء الغربيه على مسافتها الخاصه وتعويض ضحايا الالغام. فسبق ان احنا استصدرنا حكم القضاء الاداري بهذا المضمون. فالامر مش صعب، بالعكس ده حق من حقوق مصر. لا هو من ناحيه حق من حقوق مصر بالرؤيه القانونيه اللي حضرتك ذكرتها دي ما فيهاش كلام، انا بس بتكلم على القضاء الدولي، يعني مش يعني ما اعرفش يعني اتمنى ان هو يقف جنب مصر، انه ده لو حقنا بجد ناخده اتمنى، يعني وفقا طبعا لما سنقدمه من مستندات وحقائق. قبل القضاء الدولي القضاء الداخلي، احنا لينا حق عند تركيا واحنا هنقدم المستند تثبت ان احنا دفعنا اموال لتركيا على سبيل الخطا ولينا حق عندهم. حتى لو احنا ما قدرناش ان احنا نسترد تلك الاموال احنا نتحفظ على ما لهم لدينا. حجز مال المديح لتغيير، يعني تركيا وضعت وديعه في مصر البنك المركزي وبتطالب بسداد وبيتم سداد الوديعه ديت على اقساط. فاحنا نتحفظ على الاجزاء المتبقيه من الوديعه وفاء للديون المصريه لتركيا. اه بس طبعا مش هتقدر تعمل كده ولا تتحفظ على جنيه من الوديعه دي الا لما يبقى معاك حكم قضائي. بالظبط كده. بالظبط. بشكرك جزيل الشكر، تمنياتنا ليك بالتوفيق ان شاء الله. الاستاذ حميدو جميل المحامي ومقيم هذه الدعوه القضائيه التي تطالب الحكومه بمقاضاه تركيا لرد الاموال المستولى عليها ايام الاحتلال العثماني.